بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي وأهلا ومرحبا بكم. تقبل الله طاعتكم وعيد مبارك لكم جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على الجميع بالخير. قبل حوالي ساعتين تقريبا أنهينا صلاة العيد هنا في جنوب شرق كندا في مدينة أوكفيل مقاطعة أونتاريو. طبعا كالعادة خطب العيد بالإنجليزي هنا لأنه في جالية ضخمة من غير العرب، وكالعادة أو بعض الأحيان لما أتمكن بإذن الله طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى أني أنا أعطي مضمون الخطبة أو الدرس بالعربي، يعني أنا ببذل جهدي إن شاء الله. كان عنوان الخطبة مضمونه يدور حول كيف أن ما يجري في العالم الآن وتخصيصا في فلسطين وفي غزة دليل على أن الإنسانية جمعاء بحاجة للإسلام. هذا هو العنوان العام. سبب هذا العنوان عم بقول إحنا الآن عم نشوف بعينينا الحقد والكره والتكبر والاستعمار والمعايير المزدوجة، وكيف ضربوا بعرض الحائط كل ما كانوا يزعمونه مما يسمونه حقوق الإنسان وحقوق المرأة. طب الطفل الفلسطيني عم يموت مش طفل، لما يحكوا حقوق الطفل ما بيجي وسيرته، بنحرق وبنقطع راسه وبتتفجر دماغه، والمرأة اللي عم تنعذب وتسحل وتقتل وتقطع مش امرأة. شوف جمعيات حقوق المرأة في العالم كله وتخصيصا في العالم العربي، هدول المنافقين والمنافقات ال 24 ساعة لما يشوفوا واحدة على السوشيال ميديا ببلد عربي بتقول بابا مو مخليني أشيل الحجاب، بيقوموا الدنيا على حقوق المرأة. طب عندكم آلاف النساء في غزة عم ينسحلوا سحل تحت الدبابات. شفت واحدة بس من ناشطات حقوق المرأة أو النسويات أو حقوق الإنسان على الطريقة الغربية اللي بياخدوا فلوسهم من السفارات فتحت تمها بكلمة؟ ولا كلمة. هلا هذا الحكي كلياته دليل على أنه كل الشعارات الجوفاء والكاذبة سقطت. طبعا إحنا مثل حالتنا اللي متمسكين بديننا وبندرس العلوم الشرعية فاهمين إنها جوفاء من الأصل، فاهمين إنها كذب من الأصل، وأصلا عم نحارب بهاي المعاني من زمان. لكن المشكلة بالمضحوك عليهم، المشكلة بالمخدوعين، المشكلة بمن يظن إنه هذا هو حياتنا، هاي شفته بعينيكم كذا. فهاي كانت فكرتي إنه أنا لما تسقط هذه الأمور قلت الآن إحنا في ظلال يوم الأضحية. يوم الأضحية العيد تبعنا أعطيت ثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى، لأنه إحنا باللغة الإنجليزية دائما بنقول كلمة we will celebrate the عيد، يعني سوف نحتفل بالعيد. قلتهم الرسالة الأولى بكم تعرفوا كمسلمين دائما لازم تفتخروا أنه احتفالنا ليس كاحتفال غيرنا. إحنا نختلف عن كل سكان أهل الأرض بالعموم، بالعموم الناس خاصة تحت تأثير العالم الغربي والمادي لما يقولوا احتفال بيحكوا عن رقص، بيحكوا عن غنى، بيحكوا عن شرب، بيحكوا عن دخان، بيحكوا عن مخدرات، بيحكوا عن علاقات آثمة، بيحكوا عن سهر ورقص 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 وشرب وشرب، وبعد ذلك بيذهبوا لارتكاب الفاحشة. وهذا الوضع الطبيعي في الاحتفالات في العالم كثير من الأحيان، الاحتفالات المهمة. فبقولهم إحنا بنحتفل وما نشرب خمر، بنحتفل وما بنسكر، بنحتفل ما عنا علاقات اختلاط محرمة، نحتفل ما بنخلص الاحتفال تبعنا كل نصنا سكرانين بصير يتحرشوا بالنساء، ما عنا كوارث إنه بنسكر أو نتعاطى مخدرات أو حشيش فبنطلع بسيارات بنعمل حوادث، ما عندناش هذا الحكي كلياته. فإحنا احتفالنا هو احتفال تعبير عن الشكر لله تعالى أن وفقنا لطاعة، طاعة الصيام، طاعة القيام، طاعة الصدقة، طاعة. وشكر الله على نعمه الكثير التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، منها نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الصحة، نعمة الأهل، نعمة الوالدين، نعمة العمل، نعمة القدرة، نعمة الإدراك، نعمة الإيمان، كله نشكر ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا نختلف عن غيرنا. فهي كانت رسالتي الأولى باللغة الإنجليزية إنه لما نحكي نحتفل هذا هو الاحتفال تبعنا، مشان ذهن الناس ما بيقول لك we celebrate Eid، انتوا بتحتفلوا وغزة بموت. لا، احنا احتفالنا غير، احنا احتفالنا اصلا دعاء وشكر لله تعالى. هذه واحدة. اثنين، قلت النقطة الثانية اللي هي موضوع انه قلت لهم بالامس احنا ما كملنا 15 ساعة على اعظم تجمع ضد العنصرية والطبقية في البشرية جمعاء اللي هو يوم عرفة. يجتمع الناس من كل الاعراق والاجناس والالوان والاشكال، لا في رتب
لا في طبقات اجتماعية، لا في فرق بين الألوان، فيش عندنا إيش اسمه والله المسلمين البيض عندهم مكان والمسلمين السود عندهم مكان، ما في هذا الحكي. ما في عندنا إيش اسمه الوزير والكذا إلى آخره إله قبول والله عند الكعبة والبقية، لا لا لا، لا كلها أمام الله سواسية، قطعة قماش بيضة وسلامتك وبس، وكله حاسرين الرأس ساترين العورة ويرجون الله سبحانه وتعالى. قلت أكبر تجمع يؤكد عدم الطبقية اللي هي واحدة من أعظم الكوارث عند البشر في التاريخ، اللي هي الطبقية والعنصرية مو موجودة عندها في الإسلام. قلت لهم هذه واحدة. نقطة ثانية، قلت إحنا قبل 15 ساعة كنا عم نحتفل بأكبر تمرين بشري ربنا قدره للبشر استعدادا ليوم القيامة. يوم القيامة أهوال يوم القيامة المرعبة هاي، رح نقف للحساب. فهو يوم عرفة برأيي أنا الشخصي هو تدريب إلهي حكيم لتدريب بسيط كيف أنك رح تكون ما في وراك ولا قدامك. اللهم يوم القيامة سنكون عراة تماما حسب الحديث الصحيح. هنا الآن مستورة عورتنا، لكن ما في لا وزير ولا شريف ولا حقير ولا قائد ولا مقود ولا سائل ولا مسؤول، كل الناس نفس اللبس نفس الكذا نفس المكان، كلهم يرجون رحمة الله. فهذا تدريب بأمر من الله على استعداد يوم القيامة. هذه الفائدة الثانية اللي تذكرها. قلت الفائدة الثالثة، اللهم صل على سيدنا محمد. عم بحاول أتذكر شو حكيت بالإنجليزي لأنه مخي كان عم بحكي بالإنجليزي، بحاول أرجع من ذاكرتي. لا إله إلا الله، سامحوني صوتي شوي أنا لأنه يبدو مرشح يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. نسيت شو الفائدة الثالثة اللي حكيتها على موضوع الفائدة الثالثة. قلت احنا بنسميه عيد الأضحى، نستخدم كلمة الأضحية، فهذه مرتبطة بإبراهيم عليه السلام اللي فعله كان أعظم تمثيل يمكن أن ترى في التاريخ لمفهوم اسم ديننا اللي هو الإسلام، التسليم. إن ربنا أراه بالرؤية، طبعا رؤية الأنبياء وحي، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. موضوع التسليم من إبراهيم لأمر الله والصراع اللي بيصير عند البشر ما بين أمر ربنا وما بين الحب الفطري لابني، فكيف غلب أمر الله ضد شعوره الفطري بموضوع ذبح ابنه، وكيف الابن البار قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني اللي أمرت فيه سويه. تسليم، تسليم تام لأمر الله. هاجر عليه السلام تسليم يا إبراهيم، وقال الله أمرك بهذا، أنت ماخذنا على نص الصحراء بمكان لا في مي ولا زرع ولا أكل ولا شرب ولا ناس، قال الله أمرك بهذا، نعم إذا لن يتركنا. تسليم هاجر عليه السلام، تسليم إبراهيم عليه السلام، تسليم، تسليم لأمر الله، مع أنها هي مش لا تدرك ما الذي سيجري معها ولا تدري أن ابنها سيكون من أعظم عظماء هذه الأمة إسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدري إبراهيم عليه السلام نفسه لا يدري بأن هذا الموقف سيكون موطن يحج الناس إليه. سبحان الله، يعني رح يصير كل هالتفاصيل هاي. دعا احنا الآن تنفيذ دعوة إبراهيم عليه السلام، فتخيلوا هذه المعاني كلها. هذه احنا لما نحتفل بالعيد، المشكلة مش قضية انه بس والله مش قضية لحم وما لحم وصدقة، لا لا، موضوع أكبر من ذلك، موضوع هو التسليم. وعرجت في هذا السياق على موضوع المال، قلت احنا بنختلف عن كل الناس على كوكب الأرض بالمعنى الحقيقي. المال عندنا له فلسفة خاصة، المال لله، نحن مؤتمنون عليه، وليس كل ما نملك هو رزقنا، إنما رزقنا ما انتفعنا به فقط، يعني طعامك شرابك أكلك لبسك سيارتك فواتيرك اللي استفعت فيها لقد تكون 10% مما تملك أو 5% ربما أو 2% للمليونيرية، والباقي هو أمانة بين يديك مطلوب منك أن تتصرف فيها بحسب الآمر المعطي وهو الله سبحانه وتعالى. ستحاسب عليها وأنت لا تملكها وليست رزقك، لكن ستحاسب عليها على طريقة إدارتها. هذه كانت الرسالة. ثم ختمت في الخطبة الثانية، قلت لهم يا إخوة الدين وشرعنا يقوم على فكرة التوسعة وإدخال الفرحة على قلوب الناس، فوسعوا، وسعوا على أقل، خاصة أني أنا عم بخاطب المسلمين في كندا اللي جاء أمامي، جالية طبعا من كل أنحاء الأرض، يعني كان أمامي مصريون وسوريون وأردنيون وفلسطينيون وعراقيون وليبيون وصوماليون وسودانيون، اللهم صل على سيدنا، ويمنيون. عم بحاول أتذكر كل اللي سلمت عليهم حسب اللهجات، طبعا غير عن الباكستانيين وعن الأفغان وعن الجنسيات غير العربية، ويمكن 30-40 جنسية كان فيه من مختلف أنحاء الدنيا. الصلاة كان فيها يمكن حوالي 1000 شخص تقريبا، وهي الصلاة الخامسة، مجموع الصلوات صلى فيهم حوالي 3-5 آلاف شخص.
فنصحته النصيحة، قلت يا إخوة يا أحبة، الدين طعمه توسي، أدخلوا الفرحة. أنتم معظمكم قلت في كندا نسبيا وماليا، لما بدك تقارنوا أنفسكم بكثير من أهلكم وأقربائكم في الوطن العربي، وضعكم المادي أحسن. فوسعوا، ابعثوا بالعيدية، دخلوا الفرحة، تفقدوا أقرباءكم، مش قادرين يدفعوا أقساط لأولادهم، مش قادرين يدفعوا أقساط، بدهم ينطردوا من بيوتهم، ما عندهم أجار البيت، فتفقدوهم تحت حجة العيدية وإكرام الأولاد وإكرام أولاد العم وأولاد بنات العم وأولاد الخال وبنات الخالة. ادفعوا، ابعثوا عيدية تحت عيديات، وسعوا عليهم، فرحوهم. والأقربون أولى بالمعروف، كل واحد يدير باله على قرايبه مشان يكتفوا الناس، لأنك أنت أدرى بأحوالهم وأدرى بمصداقيتهم وأدرى بعفتهم. لأنه في كثير من أقربائك ممكن يكونوا أوكي هم مش شحادين، لكن مو مكفيهم أبدا مصدر دخلهم، ووضع ضيق. فتيجي توسع بحجة العيدية، تبعت لهم مئات مثلا، توسع عليهم، يدفعوا أقساط أولادهم. نصحتهم بهذه النصيحة، غير عن توسعة قلت وفرحوا أولادكم، فرحوهم، خليهم يحسوا أنه العيد هو أجمل شيء. أيام العيد من ناحية الفرحة والعيدية، وتروحوا تاكلوا مع بعض وتتغدوا وودوهم على مناطق الألعاب، خلوا الأطفال تفرح، مشان ما يرتبط عقله بأنه الهالوين والكريسماس والإيستر أجمل بكثير جدا من عيد الفطر أو عيد الأضحى. لأنه الطفل لا يفهم إلا المتعة واللعب، هذه طفل، هيك الله خلقه. فهي تقريبا يعني 90% من ذاكرتي اللي قلته بالإنجليزي في خطبة العيد، والله أعلم. الله يجزيكم خير ويكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله، وإن شاء الله أني أكون يعني أعطيتكم الفكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والقبول بإذن المولى عز وجل. طبعا سامحوني، أنا ما بقدر أقرأ أي شيء لأنه أنا ماشي في السيارة، وأصلا في قوة شمس وانعكاس على الشاشة، أنا ما بقدر أشوف أي شيء. بعد حوالي 3 دقائق راح أقف إن شاء الله وأقرأ، أشوف إذا في شيء أرد عليه يعني. فهذا هو خلاصة خطبة الجمعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى وأمين على الدعاء إنه يرحم شهداء أهلنا في غزة، يتقبلهم أول شيء، يتقبلهم بالشهداء. 2، أن يرحم ضعفائهم، أن يداوي مرضاهم ويشفي جرحاهم ويغفر لهم جميعا، وأن ينتقم ممن خذلهم، وأن ينتقم ممن خانهم، وأن ينتقم ممن طعنهم، وأن ينتقم من كل قادر أن يخذل عنهم وأن يخفف عنهم وتركهم. حسبنا الله على كل عميل ومنافق من أصحاب القدرة والمال والسياسة والإعلام اللي طعنوهم في ظهورهم، حسبنا الله عليهم. أنا لا يعني الآن مش قادرين نحكي غير هذا الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله في يوم قيامة يا أخوة أخوات، الحمد لله في يوم قيامة. ويا ويل الصحفيين والإعلاميين والفنانين والمشاهير هذول اللي طبلوا بزمروا 24 ساعة، وكل هل عم بيصير ما عم بيفتحوا تمهم بكلمة بس لبيان الحق. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحم موتانا جميعا وموتاكم ويغفر لهم يا رب، ويعيننا على أن نستعد لهذه اللحظات، ومن مات قامت قيامته. غفر الله لي ولكم، وستر الله علي وعليكم، ورحم الله والدينا ووالديكم وأصحاب الحقوق والواجبات علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب الرحمة والتوفيق والهداية لي ولكم. ولا تنسوا أمي وأبي من الدعاء، وربنا يرحم كل أموات المسلمين. أنا تقريبا الآن بدي أقف، فبدي أشيك إذا في جواب جواب عليه، وإلا أودعكم. ولا تنسونا من دعائكم، وجزاكم الله خيرا. نشوف إذا في سؤال نجاوبه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ما فيش طيب سامحونا، الله يجزيكم خير ويكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. سامحونا درجة حرارة التليفون ارتفعت جدا جدا لما حطوه تحت الشمس. يلا ادعونا، لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم.